ايه عندكم في هما في عندهم ميسي هناك برضو في المنتخب السعودي ولا ايه؟ انا هم استدعوني في الارجنتين هنا، قالوا لنا نفسنا في كاس عالم ليه وميسي قبل ما يعتزل. قلت لهم حاضر، هاجي على نفسي وافضلكوا وقت واجي، يلا خلصونا بقى. يعني كل شيء نصيب، ده اول حاجه يعني، قدر الله ما شاء فعل. يلا بسرعه يا جماعه، الوقت يا جماعه، كاس العالم مستنينا يا جماعه، خلصونا بقى. اقول لكم على حاجه يا جماعه، ثواني عايز بس العبها بظهري ماشي. في الحلقات اللي قبل كده من السلسله دي مسكنا منتخب البرتغال ورفعنا بيه كاس العالم بقياده كريستيانو رونالدو، وعملناها برضو مع نيمار جونيور بمنتخب البرازيل، ولكن متبقي اسطوره واحده بس لسه ما عملناش بيها، وهي ليونيل ميسي، وان احنا نمسك منتخب الارجنتين في فيديو النهارده ونحاول ان احنا نكسب بيه كاس العالم ل 2022. فقبل ما تبتدي دوس لايك لو حابب ان احنا نكمل في السلسله دي، وانزل حالا اكتب لي في الكومنتس عايز نعمل بمنتخب ايه الفيديوهات اللي جايه نحاول نكسب بيه كاس العالم وكده. وبس كده يلا بينا على فيديو النهارده. وبسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتوا شايفين يا جماعه دلوقتي قدامنا المجموعات كلها، نقي منتخب الارجنتين، ومجموعتنا مش اصعب حاجه، عندنا هنا المكسيك وبولندا والسعوديه يا جماعه. فبسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا بقى، عشان ميسي مستني التكتيكات اللي تمسكوا كاس عالم في 2022 لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا الان في جروب سي، واول ماتش امام السعوديه، ولكن هنظبط التشكيله بس اولا كده عشان الواحد يعني ايه، اكيد المنتخب محتاج تبديلات. هو مبدئيا كده ديبالا هيلعب، ده يعني ده رقم واحد. دي ماريا بقى يلعب وينج شمال، واو. طيب شباب، دي التشكيله النهائيه اللي هنبتدي بيها اول مبارياتنا في كاس العالم يا جماعه. هيكون ميسي في الكام، وقدامه الثلاثه هجوم، ديبالا ومارتينيز ودي ماريا، وتحتيه بقى ايه رصيد بقيه الفرقه زي ما هي كده. شوف ميسي بشرط الكابتن، يا نهار ابيض يا جماعه، تقلقش هذا يعني بالتكتيكات يعني بعون الله هترفع كاس عالم النهارده. والان اول مباراه امام المنتخب السعودي، هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، لحظه نزول اللاعبين الى ارضيه الميدان، واجواء خرافيه في الملعب يا جماعه، جماهير من جميع انحاء العالم معظمهم يعني لابسين تيشيرت ارجنتين، مع كامل الاحترام لجميع المنتخبات العربيه، تكتيكات التدريب الاعظم، ها اللي هو افضل تدريب مر على التاريخ اساسا، ما حدش يعني سوري في الكلمه ما حدش يقدر ان هو يقف قصاد هذا التكتيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وكوره عند الارجنتين، ميسي فاتح، هو ده ميسي، ما تجرب كده في ناس ايه ده، بدايه هجمه اهي، ده ايه ده، ديبالا، ده ديبالا، كوره عند الديبال، فين ميسي يا جماعه؟ فين ميسي يا جماعه؟ هو ده؟ بص اللي يو. طب شكرا، نجرب نشوف بالواد ده، والهدف الاول عن طريق واد اسمك ايه؟ باريدس يا جماعه احرز الهدف الاول امام المنتخب السعودي. انا هنخلص الماتش في السريع كده، ونقوم طبعا ايه عاملين جامب تو ريزلت اختصارا لوقت الحلقه، لان احنا هيبتدي المنافسه اللي بجد ابتداء من دور اللي هو الربع النهائي. فيعني ان شاء الله بقى ايه نبتدي نلعب الماتشات كلها ابتداء من هناك بقى. استنى بس حضرتك رايح فين كده؟ انت في حاجه الناحيه دي يعني رايح لها ولا ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي لو سمحت. الحمد لله. الليو ده انا بقى عشان داخلين علينا بهجمه باين وايه يا ناس. هو اللي لابس رقم 19 ده اسمك ايه يا كابتن؟ اسمه بهبري. كوره عند الديماريا، خد يا عم لو طارو مارتينيز امام المرمى، لو طارو يا عم ما تحطها بقى من جنبه، هو في ايه يا جماعه؟ يا جماعه المنتخب السعودي على الصعوبه ليجندري اللي هي اللي قبل الاخيره، من الواضح ان هو منتخب تقيل يعني. وهيقوم لامم ومدي واحده، ده مين ده؟ ده ميسي. الليو واحده لديبالا، ديبالا يلم ويلعب للواد ده، وهدف تاني عن طريق اسمك ايه يا كابتن؟ عشان انا مش عارف اسامي الارجنتين. ديبول يا جماعه، هو يعني في الملعب مش باين والله، المفروض يعني الماتش ده هو اللي يخلص بسرعه. يا شباب يا جماعه هما بيلعبوا بساط حلوه كده ازاي يا جماعه؟ ما احنا مش دول الارجنتين بره. فين اوتاميندي هنا؟ ولا اوتاميندي ده مات؟ فين الواد مارتينيز بتاع اليونايتد ده اللي هو طالع جديد حلو ده؟ استنى اصل ايه، انت مش فاهم، لو انت فاهم ما كنتش هتعمل كده. اوكي يا جماعه، ينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-1، يعني انا مش عارف ازاي بس هو انتهت 1-1، وواضح ان هم بيلعبوا حلو والله، يعني انا كنتش اتوقع كده، بس المنتخب السعودي على صعوبه ليجندري جامد. ده ايه عندكم في هما في عندهم ميسي هناك برضو في المنتخب السعودي ولا ايه؟ يا جماعه ميسي انا هو مش حلو في الكام، مش عارف ازاي، بس انا مش عارف العب بيه في الكام، فهبدله بديبال. هما يا جماعه تشكيلتهم ايه كده؟ انا مزنوق بشكل مش طبيعي يعني. ايه ده؟ بس ايه ده؟ ده هدف عن طريق صالح. ايوه ديبالا يا ابن اللعيبه يا جماعه، ديبالا في الكام انضف، اهو حلو ده ديبالا، الله ينور كده معانا، الله يكرمك. انا عارف ان انت مصدوم في الحقيقه والله، انت موهبه، حاول بقى تظهر موهبتك معانا هنا في فيديو النهارده. بجد دي
خد 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 انت اصلك يا كابتن. ايه ده يا جماعه؟ ده يا جماعه السعوديه بتلعب احسن من البرازيل فعلا، ده مش ممكن يعني. يا جماعه يعني المفروض نكسب والله، حرام كده يعني. ايوه تالقوا معايا بس شويه. ده مين ده؟ خد يا ديبال. انكره ميسي، انكره ميسي، هنعتبرها انكره مع بعض. خد اهي اهي بقى، اهي بقى في اخر الدقائق. الله ينور عم لوطارو، يعني جه صلح الفينش عنده هنا في اخر، يعني اخر 30 ثانيه في المباراه، وبكده يفوز المنتخب الارجنتيني على المنتخب السعودي بنتيجه 4-3 بريمونت، مش فاكر ريمونتادا ولا لا، ولكن هو هدف في اخر الدقائق وخلاص. على النحو الاخر المكسيك كسبت بولندا 1-0 وهم متعادلين معانا بنفس النقط دلوقتي، ولكن احنا المركز الاول عشان فرق الاهداف والحاجات دي. عندنا دلوقتي مباراه امام المنتخب المكسيكي اللي هو نفس النقط، فلازم نكسبه. فانا هلعب لايتس ماشي، يعني احتياطي بس، يعني بدل ما اعمل جامب تو ريزلت فنلاقي فيه يعني جول مثلا خازوقي في اخر دقيقه زي اللي احنا لسه جايبينه ده جه فينا، فعلى ايه نلعب احنا الهايلايتس ونحاول ان احنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مواجهه يعني غير شرسه، هي مواجهه عاديه الحقيقه بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب المكسيكي. ما اعرفش انا تقريبا اي حد في المكسيك عادي غير لوزانو، يعني ده على حسب معلوماتي. اوبا عندنا هنا ضربه حره لليو ميسي في الدقيقه 30. طب بصوا يا جماعه انا جاتلي فكره، انا هقرب بالواد ده ماشي. بصوا الحركه دي، ها تلعب 1 واول ما الكره تتلعب تدي ميسي تاني وتروح بيه هنا وبالاوتسايد يا معلم تحط في البعيده والليو ميسي. الله ينور عليك يا عم ميسي والله، هو ده الكلام، هو ده. ايوه اظبط رجليك معانا اهو، هيبتدي هو يصحى معانا. ها جماعه في الدقيقه 50 ضربه حره يعني بعيده الحقيقه على يعني على بعد 40 متر. طب بصوا احنا هنلعب لميسي. بصوا يا جماعه الخطه دي، تلعب ال1 لميسي، ميسي يعدل والفينيش شوت من بعيد. يا ايه ده، انتهت المباراه بنتيجه 1-1. طب انا حضرتك انت ما اديتنيش هايلايتس كافيه يعني، بجد والله الهايلايتس ده ظالم. ماشي يا جماعه، طلعنا بتعادل مع المنتخب المكسيكي، هدف قصاد هدف يعني مش مشكله. حاليا احنا المركز الكام بس في المجموعه نطمن مع بعضينا؟ احنا المركز الاول بنفس نقط المكسيك، ولكن بولندا قربت منا وبقى فرق نقطه واحده بس. فعندنا هنا اخر مباراه امام منتخب بولندا، في هنا الاخ شيزني ليفنجولسكي وشويه بقى ناس اللي هي بينتهوا بسكي، تمام؟ عندهم اتنين في نص الملعب اهو، شايكك وايه زورج ويسكي. هننزل نلعب هايلايتس برضو مع بعضينا، لان ده يعني منتخب المفروض ان هو يعني مش اقوى حاجه يعني، فالمفروض الهايلايتس تكفينا. بسم الله الرحمن الرحيم، تبتدي المباراه وانا معجب الحقيقه جدا باللبس ده بتاع المنتخب الارجنتيني، وفي هنا ضربه جزاء في الدقيقه 8 لليو ميسي. الليو هل سيفعلها؟ الليو ليو ليو ليو، والهدف الاول عن طريق ليو ميسي في الدقيقه 8 عن طريق ضربه جزاء امام المنتخب البولندي، وادي ضربه جزاء للمنتخب البولندي في الدقيقه 12، وهل سيفعلها الاخ ليفانجولسكي ولا لا؟ ليفا ليفا يتقدم، الليفا هي. الله ينور الله ينور، يا سلام يا سلام، شفتوا التصدي؟ تصدي انا تكتيكات ده برضه. عندنا هنا هجمه للمنتخب البولندي ولا هدف؟ لا عندنا هنا هدف للمنتخب البولندي يا شباب، هي مش هجمه يعني، ده سوء تعبير، ده هدف. ليفانجولسكي يعدل النتيجه. عندنا هنا في الدقيقه 71 ركله حره للمنتخب الارجنتيني وهي بعيده، بس انا هشوطها بقى وخلاص. تعالى يا عم ميسي كده، انت يعني ايه افضل واحد بتشوط حاليا. يا جماعه هنجرب مع بعض، لو الكره دي جت انا ميسي ده يعني بص هموت في دباديبه كده. ليو انتهى يا جماعه المباراه بالتعادل 1-1 امام بولندا. اعتقد ان احنا كده برضو يعني هنصعد، يعني لان احنا كنا 4 نقط نفس نقط المكسيك، اتعادلنا دلوقتي. ايه ده، هو اللي بيصعد 1 ولا 2 بس من المجموعه؟ عشان بس الذاكره يعني هنطلع نشوفه. يا مسهل يا رب. هل صعد المنتخب الارجنتيني؟ هو احنا الثاني بس عندنا ماتش في الراوند 16، فواضح ان اول 2. طب الحمد لله، يعني احنا لو كنا خسرنا من بولندا كنا طرنا خلاص. ايه ده ايه ده ايه ده، ده عندنا هنا راوند 16 امام فرنسا. طب ده مسيره الارجنتين كده ما طولتش خالص في كاس العالم، معقوله الارجنتين بس دور يعني تطلع من ال 16 كده؟ معقول؟ لا اخبار محزنه جدا الحقيقه، بس هي اخبار مؤكده. عندك واحد طلقه والتاني بيشوط من اي ده هي بتيجي اهو، عندك لوريس في الجول، فاران في الدفاع، يعني لو طرد في الجو هيطير يجيبك برضو، هو ما بيتفهمش، فده هيلعب يعني هيتلعب للاسف للاسف هيتلعب. يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لحظات ما قبل بدايه لقاء حزين للجماهير الارجنتين حول العالم وخصوصا جماهير الليو، لان هنشوف النهارده نتيجه غالبا غالبا هتكون انقح من النتيجه بتاعت بايرن وبرشلونه اللي هي 8. نتفرج مع بعض لمصالح المنتخب
المنتخب الارجنتيني طبعا، عشان بس يعني ايه عندنا هنا شويه ادوار 16 لطيفه كده. المنتخب الفرنسي يعني بيتجهز. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه ده يا جماعه؟ ده هو ده مش نفس الشخص؟ استنى هو مش 21 و22 ده؟ مش دول الاثنين اسمهم هرنانديز؟ انا عارف، بس ايه الفرق بينهم؟ ما علينا يا شباب، هنا المنتخب الارجنتيني. يعني نخش في الموضوع على طول عشان بس الواحد ايه، الاخ ده لازم يعني هنصيب حد النهارده. اوعى يا ابني من هنا، اوعى يا ابني من هنا، احنا مش هتفاهم انا مع حد، اي حد هيفلت هدوسه. اجري يا ميسي، خد يا ميسي، روح يا ميسي، لم يا ميسي، خش يا ميسي، خش يا ميسي، حط يا ميسي، يا ميسي. ايه ده يا مبابي؟ جماعة الحارس ده اسمك ايه يا ابني؟ مارتينيز. كل دي تمارين تمثيل هم متدربين عليها كويس جدا في منتخب فرنسا. ها يا حكا، هترد بقى عم الحكم بقى علينا بقى، بدل ما احنا يعني بنتاخد كده في ال 18 بتاعنا؟ مش فاهم ده مين ده. ميسي، ميسي بيجري. لا مش هباصي، مش هباصي. استاذنكم يا جماعه، بس حد يعني اللي متابع الفيديو لغايه اللحظه دي يكتب لنا بس في الكومنتس هم كانوا كام عرضه، عشان الواحد يعني ايه بطلت اعد بعد رقم يعني 3 الحقيقه. انتهى يا جماعه الشوط الاول بنتيجه 1-0 للمنتخب الفرنسي. يعني حتى الان دي نتيجه ممتازه، واحد يعني فرنسا واحد بس امام الارجنتين، انا كده تمام. على النحو الاخر مالناش دعوه بالسنغال والايران، دول احنا هم دول في طريقنا، في طريقنا طبعا. يبتدي الشوط الثاني وعندي خطة بقى ان احنا ايه نلعب على الاستحواذ والبساط وبمنتهى الهدوء والبرودة يا جماعة. ديبالا، ديبالا من على الطرف، ديبالا من على الطرف، ديبالا من على الطرف، يلم ويخش، يروح يروح الديبالا. يا ابن اللعيبة يا جدعان، ديبالا والله مصدوم جامد قوي قوي، هدف يعني مش فرجني يا ابني على الفينيس شوت يا ابني، يا ابني بقى ما يعني حرام عليك كده حضرتك، يعني مش ممكن هدف امام المنتخب الفرنسي، يعني في المدافعين بيتفرجوا على الكورة كده بس من جمالها، مش ممكن. اوعى ديبالا بدل ما هصيبك يا حبيبي، انا يعني بقول لك هو خاف على رجلك عشان باريس محتاجاك، باريس محتاجاك يا خلاص. ادي واحد، اجري على لوتارو، خد يا لوتارو، روح على لوتارو، اسبق اسبق، اتقل، العب هنا بالاوتسايد. ماشي. رأيي الشخصي انه حان وقت الكونستنت بريشر، لان ايه يعني هو السمنة اصلا مش هتسعينا، بس هنعمل ايه؟ جماعه انا جات لي فكره، الاخ جوميز ده ارقامه مش وحشه خالص، ولو طاروا حاجه تقرف بصراحه، فانا هنزل الاخ ده هنا وبدله بديبالا، وبدل الواد ده بديماريا عشان ديماريا يقدر يلعب وينج يمين، وده بيلعب ليفت وينج مع الكونستنت بريشر بقى، يعني في انتظار اداء ان شاء الله. حلوه يا الواد دي بول على فكره، يعني مش طلع يعني طلع مش اسوء حاجه يعني. ها ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه بقى؟ هدف الثاني عن طريق ليو ميسي امام فرنسا يا جماعه، والله في امل، ممكن ننام على الجونين دول طول الماتش ونلعب لهم بنزاهه وشرف ال 30 دقيقه المتبقيين، ايه المشكله يعني؟ شفتوا الاسيست من ديبول؟ مش الاسيست يعني، شفتوا اللي هو الكي باس من ديبول؟ ديبول يعني انا كنت فاكره فعلا وحش، بس يعني الواد جامد، وحطه ولا اروع من الليو معزه، يعني هدف لطيف يعني. اصبر بس اصبر يا كابتن. ماشي يلا يا جماعه، يا جماعه هو هما مين الواد ابو شعر اللي عندهم ده؟ مين ده؟ اهو ايوه تاني، مين ده؟ ديبالا. شكرا يا جماعه، في واحد عندهم بشعر واقف في الدفاع. ها ولا ايه؟ ولا ايه؟ هو الواد ده اسمه ايه؟ معرفش، هو مش ديفيد لويز برازيلي ولا انا عبيط ولا ايه؟ ويلعب في الدقيقه ديبول لليو الليو الليو الليو. يا جماعه خلاص المباراه محسومه بقى، بلا فرنسا بلا بتنجان، بلا مبابي بيطير، بلا بنزيما بيشوط، بالراحه يا ابني يعني مش مستاهله كل ال ها ولا ايه؟ طب خد بقى بنزيما الله يكرمك. ودي اول كارت احمر معانا في فيديو النهارده، بقالنا كتير ما سمعناش الجمله دي، او دي ماريا اطرد انطح. هننتقل مع بعض الى بلان دي، ماشي، وهي الخطه الرابعه على التوالي، وهنلعب بنزاهه وشرف لغايه لما يبان لفرنسا صح. انا يعني ببلغ من دلوقتي شويه نزاهه وشرف كده، ولو عملوا كونستنت بريشر انا هعتزل. تفضل تنطط الكره لغايه اما بنزيما يقوم متعصب وايه وجاي يضغط عليك، اول ما يجي يضغط عليك تقوم مطوح الكره كده، لان انت طبعا حارس يعني ايه 5 ستار سكيل موفز، وهكذا بقى وهكذا طول المباراه. لما ترجع الكره للحارس هو بيمسكها، ففي 6 ثواني كده تقدر تمسكهم فيهم، ماشي، على نهايه الثانيه الرابعه كده ايوه تقوم نازل بالكره على الارض وتقلان، اول ما بنزيما يخش تلعب تاني وهكذا بقى وهكذا.
وبكده تبقى ايه كسبت فرنسا بدون روت وبدون ذكر اسماء. خلاص بقى يا جماعه خلاص، هو الحكم هيصفر ان شاء الله. كده تبقى كسبت فرنسا وانت مطرود منك واحد. شوف الاهانه لفرنسا وانت الارجنتين ومطرود منك واحد. طب خلاص تكتيكات دي ولا مش تكتيكات؟ اهو اللوجو ده انا عارف ان هو باين عندكم في الكاميرا ازرق، هو في الحقيقه نفس الصوره والله، يعني هو في الحقيقه لونه كده نفس الضوء ده، بس هو في الكاميرا الكاميرا عبيطه باينه ازرق. ما علينا، اللوجو ده بيرمز لمين؟ للحاج بولتكس. مش ده تكتيكات ده ولا مش تكتيكات؟ اهو نموذج حي امامنا سحقا للسير اليكس في وقت زي ده. يلا يا جماعه عشان الوقت يا جماعه، يعني الجو حر جدا، دور ال 16 كان سهل جدا بصراحه، يعني يلا على الكوارتر فاينل يا جماعه، انا ما عنديش وقت للهراء ده. انا هم استدعوني في الارجنتين هنا، قالوا لنا نفسنا في كاس عالم ليو ميسي قبل ما يعتزل، قلت لهم حاضر هاجي على نفسي وافضلكم وقت واجي. يلا خلصونا بقى. احنا هنلعب السنغال يا جماعه في الدور اللي هو ربع النهائي. كسبت ايران اعتقد السنغال، يعني لا ده السنغال يا نهار اسود. لا بس مش اصعب من فرنسا، يعني اللي يحط على فرنسا يحط على السنغال يا بيه. هو بس للاسف قبل مباراه السنغال لازم نطلع ديماريا يا جماعه عشان هو ايه اخذ طرد، فمين فين قلنا واد ينفع. المشكله ان الارجنتين يعني الخيارات فيها محدوده جدا، ده البرتغال او البرازيل كنت بنزل يعني يجي صفين كمان كده من اللعيبه ولا حاجه. تعال عم كوريا انت انزل مكان ديماريا كده، وهنلعب بالتشكيله دي للمباراه دي بس، يعني لو صعدنا نبقى نرجع ديماريا. السنغال عندهم ماني وصار وجايه وكوليبالي ومندي، والباقي بقى يعني عالم اللي هو مش هاي ليفل قوي، يعني عالم شغال ولا يهمني عادي جدا. تكتيكات كله بالتكتيكات، شويه كون السبريشر على كم جول كده في اخر الدقائق خلصت يا جماعه، مش محتاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي انساتي، عندنا هنا يعني بدايه دور ربع نهائي كاس العالم، مباراه قويه جدا بين منتخب البنغال ومنتخب الارجنتين، صراع يعني قمه بين الماني والليو معزه، اعتقد يعني محسوم باذن الله لليو ميسي. وبسم الله الرحمن الرحيم تبتدي المباراه، ويعني ايه الله المستعان. انا بس يا ساره انا عارف انك جراي وكل حاجه، بس معلش عايزين نصعد. يعني 3 4 5 الليو ميسي من خارج المنطقه، سهله دي ولا قلت لكم ده تكتيكات ده ولا مش تكتيكات يا جماعه؟ اهو يا جماعه سهله، ايه 5 دقائق فقط كفيله لاحراز هدف اوتسايد عن طريق ليو ميسي، ايه المشكله يعني؟ هدف يا جماعه يعني لطيف، نحاول ننام عليه المباراه ولا نلعب عادي ولا ايه؟ هنشوف يعني، لسه كل شيء هيتضح معانا. ايوه خطا، مين ده؟ مارتينيز. لو طاروا واستغلال الاخطاء الدفاعيه. ولا لحقها، العب حط ميسي. يا سلام يا سلام، لا لا يا جماعه الماتش ده محسوم في الدقيقه 8 2-0. يلا بيه جامب تو ريزلت، جامب تو ريزلت، انا مش هخاف. يعني كل شيء نصيب، ده اول حاجه يعني، قدر الله ما شاء فعل. يعني من الواضح ان انا كان المفروض اخاف. رميه الدراع دي تقريبا ايه، رميه الدراع دي لوحدها كده بثلاث اهداف عند السنغال، يعني مش عارف ايه ده بصراحه. ايه ده، هو في ان انا العب الماتش تاني في ريستارت هنا والله؟ استنى يا جماعه يمكن نغش ولا حاجه. ده في غش والله، يا عالجمال. مونتاج الحاجات اللي فاتت دي ولا ده ايه ده يا جماعه؟ ده هو غالبا مونتاج ان شاء الله، ويعني اللي اتكسر يتصلح، اللي اتكسر يتصلح. تاني مره مش هرمي الدراع كده تاني امام السنغال، يعني واضح ان الحركه عندهم يعني عاداتهم وتقاليدهم الحركه بتعصبهم، فايه المشكله لما نعيد الماتش وما نرميش الدراع؟ ده هيضايق حد في حاجه؟ هيضايق حد ان شاء الله. ويعني ايه لو السيناريو اتكرر هو تاني، هجيب في سيره السير اليكس بكل خير، يعني زي كل حلقه كده، بس هجيب فيه بخير يعني بزياده بقى، لان ايه يعني هيبقى كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي سادتي، لقاء قوي جدا بين السنغال والارجنتين، اول لقاء بين السنغال والارجنتين. لم يكن هناك غش في هذه البطولة، لم يكن هناك رشوة، لم يكن هناك كل شيء. المنتخب الارجنتيني يعني ماشي بكل نزاهة وشرف، مش تاني مرة يعيد المباراة. لن يفوز السنغال، لن نجيب في سيرة السير اليكس بكل خير. روح يا ابن اللعيبة باريدس، روح. 1 2 3 حط. الله الله، هنا التكتيك وهنا استغلال الاخطاء الدفاعيه وهنا يعني التدريب الاعظم. هنا ياخد التو، حلوه حلوه. بصوا يا جماعه دي كده كده، الله ده فينش جامد قوي ده من الليو معزه والله، ده حلو ده الفينش ده. هننتقل مع بعض الى المحاكاه، مش هعمل جامب تو ريزل، هعمل محاكاه ماشي، تتفرج يعني شويه سيميوليشن كده مع بعضينا لعل وعسى يجننوا في عقلهم ويعملوا ريمونتادا ولا حاسب. ايوه شوط يا ابن اللعيبه، جامد يا مارتينيز جامد. 3-0 في اول شوط،
اعتقد بقى يعني الدنيا المفروض ايوه انتهاء الشوط الاول. يلا يا ابني على الشوط الثاني، يلا بسرعه يا جماعه الوقت يا جماعه، كاس العالم مستنينا يا جماعه، خلصونا بقى. هم جايبيني هنا ارفع الكاس. سعادتك انت ما ينفعش ان انت تخالف حاجه زي دي. انا ما اهو كاس اهو، وهنقوم ماشيين كل ايه يعني. وادي هدف رابع. طب والله لا اعمل جامب تعالى يا ابني، جامب يا ابني تو ريزلت يا ابني. خلصت ستة يا جماعه، ستة بالتكتيكات. هو ده، يلا يا ابني ورينا نزلنا مع مين يا مين يعني اللي امه داعي عليه فعلا عشان ينزل قصاد الارجنتين وهي بقياده التدريب الاعظم. يعني انا نتفرج مع بعض. ايه ده يا جماعه، ده البرتغال طلعت من دور ال 16 امام صربيا، كرواتيا طلعت، البرازيل طلعت من الاوروغواي. يعني ده حاجه يعني بصراحه، ايه واضح ان هو كاس عالم يعني مكتوب للارجنتين، باين كده يعني شكله. ها شكله يا جماعه، يعني عاصمين يعني اللي هيكسب يعني. في حد غير الارجنتين؟ ما فيش حد غير. اهو لبسنا في اسبانيا واحنا في الدور الكام ده يا ابني، نصف نهائي امام اسبانيا. وريني كده مين قصاد مين في ها. اتفضل يا عم، المانيا مستنيانا في الفاينل، كسبت امريكا في نص النهائي، احنا طالعين دلوقتي لالمانيا يا بيه. عندكم مين يا ابني؟ بيدري وموراتا وتوريس، لابورتي ولورينتي وتوريس كمان مره. ده كفايه ان انتم موقفين بوسكيتس، موقفين لي يعني، ده عايز تابوت كده في نص الملعب يعني، عايز تربه وايه ومدفون في مركز السي دي ام ده، ان هو خلاص. يلا يا جماعه يلا ما نديهم ثلاثة ولا حاجه، نشوف تاخدوا كام يا ابني. اجواء نصف النهائي، جميع الجماهير اتيه من جميع انحاء العالم. اي حد هيكون لابس اسبانيا في الملعب وبيشجع، سوري معلش في الكلمه، حضرتك راجل ساذج. انت حضرتك يعني جاي دافع فلوس ومضيع وقتك عشان تيجي تشوف الارجنتين وهي بتدي اسبانيا بالقفه. مش ممكن يعني يا جماعه تبتدي المباراه ويعني سحقا للجميع هنا. بدايه مبشره قوي، بدايه مبشره بقى ولا انت شايف ايه؟ بس يا مراته انت مت بقالك سنتين، وانا بقالي سنتين يعني، بقالي فتره حبه حلوين ما بسمعش عنك حاجه. انا حتى معرفش انت بتلعب في نادي ايه دلوقتي، فاقعد بقى شويه بقى. اهو يا جماعه اهو 1 2 لميسي، ميسي من بعيد ماشي يا جماعه، بنجرب اهو تيكي تاكا، روح يا ميسي، روح يا ميسي، اول ما الواد يخش ماشي يا ميسي. ومن الواضح كده ان في قله ادب يعني سوء تربيه هنا ولا ده ايه ده؟ كابتن ها؟ الحمد لله. جماعه في واد عندنا في الدفاع جامد والله، انا يعني مش حتى الان لسه ما عرفتش اسمه بالظبط، بس ايه لو طاروا بيجري، لو طاروا لو طاروا انفرد، يا لو طاروا يا لو طاروا، كان المفروض اقرب بيها شويه دي. يلا يا جماعه مين الواد ده؟ ديبالا 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 يا جماعه بقى ايه ده؟ اجمل من كده انا ما شفتش. يلا يا ابني العب يا ابني، العب يا ابني. عايز تاخد كام النهارده يا بوسكيتس؟ مش بوسكيتس الكابتن بتاعكم؟ مش ده كبيركم؟ شفقه، انا سايب الكوره دي شفقه مش مشكله يعني. اهو تلعب خارج المنطقه، تلعب للاخ فاريديس، فاريديس بشماله عندي دي ضربه جزاء، ضربه جزاء، ضربه جزاء حضرتك. انت ما اهو اهو السيناريو مكتوب، السكريبت انا اللي كاتبه كده بايدي. اهو اهو ده القلم اهو، قعدت انا اهو. فوز الارجنتين على اسبانيا بنتيجه لا نهائيه مقابل صفر، فوز الارجنتين على المانيا في النهائي بنتيجه يعني تسحق الجميع. اقول لكم على حاجه يا جماعه، ثواني ثواني، عايز بس اهو العبها بظهري ماشي اهو اهو جت. شكرا. حاسب حاسب. عادي، هدف شرف، هدف شرف لاسبانيا، ايه المشكله يعني؟ يا اما يدافعوا عن شرفهم مش فاهم. نخوه ايه يعني؟ انتهى يا جماعه الشوط الاول من نصف نهائي كاس العالم بين اسبانيا والارجنتين بنتيجه 1-1 مع الشفقه لمنتخب اسبانيا من منتخب الارجنتين. بسم الله ما شاء الله على الاحصائيات، يا دوب يا جماعه الاحصائيات متكافئه بشكل غير عادي، هم شايطين كورتين واحنا شايطين 16 والنتيجه 1-1، ايه يعني؟ حد يعني متضايق ولا الهوا؟ طب هم صادين 9 كور واحنا صادين واحده من الاثنين اللي شاطوه. يلا مارتينيز من هنا، مارتينيز انت باين، انت كام سنه يا مارتينيز؟ انت 25 سنه والاستامنا بتاعتك يعني اقل مني انا شخصيا، مش عارف ايه ده. في واد هنا اسمه جونزاليز، فهنجربه كده يا جماعه يعني، ايه نشوف بيقول ايه. هو اشول، هنبدله بديماريا انه بيلعب برده وينج كده اهو، وهنجرب مع بعضين ايه المشكله. يبتدي الشوط الثاني اهو 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 اهو. شامين معايا؟ شامين معايا السكريبت ولا محدش مناخيره شغاله؟ شم كده ريحة يعني ايه يعني حاسس ان هي سكريبت يعني. بص انت لما تلعب وان لميسي وبعدين يستلم ويقوم لمم الواد ده ولمم ده برضه ورايح ماشي، ومن بره ال 18 يشوط اوتسايد. انا ما اعرفش ايه الحارس الاخطبوط ده يا رب. اهو طيب اهو اهو خرج المنطقة خالص، استلام
خش يا ميسي، امسك يا ميسي، يلا يا ميسي، حط يا ميسي، طب حط انت. طيب يا رب اهو على القريبه. طيب روح يا ميسي، خد يا ميسي، امسك يا ابني، شوت انت يا ابن اللعيبه. مين الواد ده، باريديس ولا مين؟ باريديس يا ابن اللعيبه، باريديس. كان فين بقى الاخ ده من بدري في الزوايا القاتله دي؟ يا سلام يا سلام، اكسبكتد جولز صفر يعني بصراحه. انا ذات نفسي قلت بره، بس بصراحه يعني نزلت في زاويه رايقه. تقدر تعتذر بانك تجيب الكوره لو ده يعني ايه؟ تقدر تعتذر، تقدر تعتذر، تقدر تعتذر. مفيش اخلاق. اقول ايه؟ اوف سايد. اه طب تعالى كده ننتقل مع بعضنا الى الكونستان بريشر. في ايه تاني بيتعمل هنا؟ الواد جوميز ده كان حلو يا جماعه، هاتوه. نطلع دي ماريا، تعالى ميسي وقف انت يمين، وهات جوميز ده كده. خد يا مراتا، مراتا، مراتا. انا مصر على قولتي. كيفيه الريمونتادا امام اسبانيا وانت متاخر بهدفين في نصف نهائي كاس العالم؟ العب يا ابني اهو. 1 2 3 4 5. بحبك يا ديبالا. يلا يلا حبيبي، يلا تفعيل الشغف، يلا شد حيلك معانا. ميسي دورك بقى، دورك ولا تبقى ملط ولا ايه؟ ما خلاص بقى يا بيدري بقى، ما تعرفناش بقى، ما قلنا ستار بوي ونيل يا عم، اقعد بقى. يا نهار ابيض، مراتا يجيب فينا هاتريك؟ مراتا من الواضح انه كان هناك غش. ما انت ملط بصراحه يعني من بدايه الماتش. هو ميسي عمل حاجه المباراه دي؟ انا مش فاكر، انا فاكر ان ديبالا هو اللي تالق هو وباريديس. ميسي عمل حاجه؟ ملط. هو بيجي في الماتشات المهمه ويقوم نايم ليه بقى؟ ما تفهمش اهو، فعلا ما جابش حاجه الماتش ده. ايه ده يا جماعه؟ ده عندنا مباراه قصاد امريكا على المركز الثالث. انا اول مره اعرف ان في حاجه اسمها كده اصلا. لا ده احنا نلعبها دي، ماشي ناخد مركز ثالث يا جماعه. بيدوا جايزه يعني؟ بيدوا ميداليه برونز ولا ايه؟ ماشي يا جماعه نلعب ناخد مركز ثالث، ما ناخدش ليه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي نساتي سادتي، عندنا هنا مباراه تحديد المركز الثالث لبطوله كاس العالم 2022، وهنا يعني امريكا للاسف للاسف هتخرج من البطوله دي ايديها فاضيه، لا في ايديها الكاس ولا في ايديها المركز الثاني، وللاسف ولا في ايديها المركز الثالث. وده لان يعني المنتخب الارجنتيني، اوعى يا ابني من هنا يا ابني، المنتخب الارجنتيني هيحط عليهم يعني بكل ادب. اهو ثرو دي، ما بص انا يعني اهانه ليك هجيب جول بدي ماريا الملط. او لا خلاص الوقت فتح، فبصراحه يعني ايه خساره الفرصه، بس الم واحط في البعيد ايزي. اول هدف في الدقيقه 7. مين اللي مين الواد ده؟ لوطارو. احنا بنسمي لسه يعني، بسم الله الرحمن الرحيم كده. هدف كره عند الديباو، يلعب للليع، وان تاتش يا ابن اللعيبه حطها. جاي تتالق دلوقتي اخوي، ما بقاش في ضغط وكده. مفيش بقى ليه كده قصاد اسبانيا اللي ادتنا دي؟ يلا يا ابني نقفلهم 3 في بدايه الشوط الاول، يعني مش نقفلهم 3 في الشوط الاول، نقفلهم 3 في بدايه الشوط الاول. شايف الاهانه؟ انت رايحين فين كده يا شباب؟ شباب يا رب. هدف اول. ميسي 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 ميسي، انكر 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 ميسي. استنى بقى يا كابتن بقى، انكر ميسي. جول 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 جول. اهو يا جماعه سهله. ايه بقى شفتوا التعليق؟ تعليق طبعا، انا يعني انا اجيد اللغه الارجنتينيه الحقيقه. شفتوا جول 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 دي؟ يلا يا ابني من هنا يا ابني بدل ما اعورك، يلا 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 يا ابني من هنا بقى. انت ليه يعني مصمم ان انت انا لو فعلت الكونست بريشر دلوقتي انتوا مش هتشوفوا قدامكم يا جماعه؟ ميسي 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 ميسي، انكر 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 ميسي. ده انت غتت شغال. اقول له ايه ايه ميسي وبتاع، والواحد يعني مش ممكن يعني. خد اهي لم بالعرض، حط. طب استنى كده، يلا ميسي. لا حول ولا قوة الا بالله. ما علينا يا شباب، ينتهي الشوط الاول بنتيجة 3-2 للمنتخب الارجنتيني، الميدالية البرونزية في الجيب. انا بقول اهو، انا شايف اختصارا لوقت الحلقة يعني هنمشي في المحاكاة شوية، احنا كسبانين بفرق هدف يعني نتفرج مع بعضينا ايه اللي ممكن يحصل لو جابوا جول. انا بقى احذر، هو هم انهي لون؟ احنا الغامق، هم الابيض. ماشي هجمة مرتدة اهي. حاسب 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 جول؟ لا الحمد لله. ايوه هجمه اهي، ميسي. الله
هو ده الكلام يا ميسي. هدف رابع عن طريق ليو ميسي عشان يعني ايه يحسم اللقاء كده ان شاء الله. يعني هنزل اخر خمس دقايق دول العب لهم بنزاهه وشرف كده لا يتجننوا ولا حاجه. جماعه الحارس بتاعهم طالع قال يعني في امل وكده، بس طبعا هناك ده. يلا لو طار، يلا لو طار اسبق الحارس بتاعه، اسبق بقول لك ايه باور شوت من هنا يا ابن اللعيبه. حلوه. هدف خامس، يعني هو ده من قبل نص الملعب تقريبا صح؟ لا من بعد نص الملعب يا شباب. سرعه الكوره 113، هي ما راحتش بسرعه قوي قوي يعني، بس هي التوجيه كان حلو بصراحه. هوب بس ما خلاص اخر دقيقه بقى يا ابني بقى. الحمد لله. ايه ده، هو مش في مدافعين هنا واقفين ولا المدافعين راحوا فين كده ولا يا شباب؟ ما خلاص يا جماعه انتوا بتعفروا في ايه والله، فرق 3 اهداف اقعدوا بقى خلاص. ايوه. وبكده يا جماعه المنتخب الارجنتيني يبقى خد المركز الثالث على كاس العالم، مان اوف ذا ماتش ميسي. واو هاتريك تقريبا دي يعني ايه من المباريات القليله اللي تالق فيها زياده عن اللزوم في هذه البطوله، معرفش ليه بصراحه، بس هو يعني اداء يحترم يعني شغال. انا بس قبل ما يعني قبل ما ننهي الحلقه عايزين نشوف مين اللي خد كاس العالم. لسه ما اتلعبش، اسبانيا امام المانيا. ما اقدرش اعرف حتى. طب انا كان نفسي اتفرج حتى يا جماعه، يعني خدوني كمتفرج مش اكتر. مش راضيين يقولوا لي يا جماعه. فاعتقد بقى ده كان فيديو النهارده، لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، ما تنساش تكتب لي في الكومنتس يعني ايه حابين السلسله دي نكمل فيها بمنتخبات ثانيه، اكتبوها لي برده في الكومنتس ولا ايه. وبس كده، لو انت مش عندي على انستغرام اللينك في الديسكربشن، وعلي اندرسكور بولتكس برده على انستغرام يعني. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. Peace.